تير اندازية مستقيم بمخدوم. قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على محتجين في زهدان وبلوشستان. المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا يؤكد للحدث أن واشنطن لم تمنح تركيا ضوءا أخضر لشن عملياتها العسكرية في سوريا. ميليشيات الحوثي تجبر متابعي كأس العالم على الاستماع لمحاضرات زعيم الميليشيات بين الشوطين. ساعة إخبارية مفصلة عبر الحدث طابت أوقاتكم. مع استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، تصاعد قوات الأمن من قمعها للمحتجين، حيث أظهرت مقاطع متداولة إطلاق الأمن للرصاص الحي على المتظاهرين في زهدان وبلوشستان جنوبي البلاد، متسببا في سقوط ضحايا في صفوف المحتجين. تيراندازي مستقيم بمخدوم. ومع فشل النظام الإيراني بقمع التظاهرات، بدأ على ما يبدو باللعب على وتر الصراع القبائلي، فقد اغتال مسلحون مجهولون زعيما بارزا للعشائر البلوشية السنية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران. ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المدعي العام للمحافظة قوله إن أمان الله باجي زهي أحد زعماء عشائر البلوش في مدينة زهدان قتل مساء الخميس على يد مسلحين. من جانبها ذكرت منظمة رصد بلوشستان الحقوقية نقلا عن أحد المقربين من عائلة أمان الله باجي أن هناك تكهنات بأنه قتل على أيدي قوات الحرس الثوري. أضافت المنظمة في قناتها عبر تيليجرام أنه بعد التمسك وإعلان التضامن الهائل أو التماسك وبين العشائر أو عشائر البلوش بعد مذبحة شعب زهدان، تم تنفيذ هذا الاغتيال من قبل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية بهدف إثارة الفتنة والصراع العشائري في بلوشستان. في الأثناء كرر رجال دين سنة في مدن بلوشستان الدعوة إلى إجراء استفتاء حر تحت إشراف الشخصيات الشعبية والمراقبين الدوليين. إلى ذلك جدد زعيم أهل السنة الروحي في إيران مولوي عبد الحميد نداءه للسلطات الإيرانية بالإفراج عن المعتقلين وعدم إطلاق النار على المحتجين. إمام أهل السنة عبد الحميد قال إن الحركة الإصلاحية لم تفعل شيئا في إيران وأضاعت عليها فرصا كثيرة، وأكبرها الإصلاحات المفروض القيام بها، واصفا الأكراد في إيران بأنهم من أفضل الشعوب، مشيرا إلى أن سبب الاحتجاجات يعود إلى ما يعانيه الناس من مشاكل، مطالبا السلطات بعدم إطلاق النار عليهم أو معاملتهم بعنف. هذه سبائي.
تجمع المئات من أهالي المعتقلين الإيرانيين أمام سجن إيفين شمال غرب طهران، حيث وقفوا أمام بوابة السجن الذي يأوي آلاف المعتقلين السياسيين. أفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني أن نحو 1500 شخص احتشدوا خارج مداخل السجن أملاً بالحصول على معلومات عن ذويهم. سوم آذار 1401 زندان ادیب از 7:30 صبح مردم تجمع کردند. سوم آذار 1401 زندان ادیب از 7:30 صبح مردم تجمع کردند. قدمت شخصيات إصلاحية إيرانية عددا من الحلول والمقترحات لإخراج النظام من الأزمة التي يواجهها مع تصاعد وتيرة التظاهرات ضده. موقع إيران إنترناشنال أضاف أن هذه الشخصيات الإصلاحية وخلال اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في النظام أعربت عن قلقها مما وصفته بالضغوط التي تمارس على قوات الأمن خاصة بالمناطق الكردية، كما أعربت عن قلقها بشأن ما أسمته النزعة الانفصالية خاصة بالمناطق الحدودية لإيران. قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استكمال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية. قال إن أو أكد أيضا ميخائيل أولينيوف أن الاتفاق عمليا على جميع النقاط ما وصفها بأنها حزمة الحلول تم فعليا. يأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية. أرسل الحرس الثوري الإيراني وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غربي البلاد بحسب وكالة تسنيم للأنباء. وأوضح قائد القوات البرية في الحرس الثوري أن القوات الأمنية ستواصل بحزم مواجهة عوامل انعدام الأمن في المناطق الحدودية الغربية بحسب تصريحه. أضاف أيضا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل المجموعات المسلحة التابعة لما سماها بالجماعات الانفصالية المتمركزة شمال العراق. هذا وكانت القوات العراقية قد شرعت بتعزيز وحداتها على الحدود مع كل من تركيا وإيران بعد الخروق والاعتداءات التركية والإيرانية التي طالت عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وذلك بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. هذا وقبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد بإعادة انتشار قواتها على الحدود بترحيب كردي، خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا وكشفت مصادر عراقية عن انتهاء حرس الحدود العراقي بالتعاون مع البشمركة من بناء 10 مخافر جديدة على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا. وكشف ضابط في حرس الحدود للحدث أن لا أي تغيير على الأرض حتى الآن، وأن الانتشار لقوات حرس الحدود باغ كما هو قبل الهجمات الإيرانية والتركية.
أضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه عن نواقص كبيرة في التجهيزات العسكرية لفتح الطرقات الجبلية الحدودية وفي الكاميرات الحرارية لمراقبة الحدود، ناهيك عن عدم توفر المسيرات. وتحدث الضابط عن تحدي كبير وهو انتشار الألغام على سفوح الجبال الحدودية مع إيران مع أو من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. هناك لواءين في لواءين الحرس الحدود العراقي ويتخذان من الأول من محافظة دهوك تحديدا ناحية باتوفا بقضاء زاخو على الحدود العراقية التركية قرب الحدود مقرا لهم، واللواء الثاني هو في مناطق التي أنا فيها وهي منطقة سيدكان. وهذا طبعا اللواء الثاني للحرس الحدود العراقي، وهذه طبعا الألوية قد تشكلت بعد عام 2006 ضمن قوات حرس الحدود العراقي التي تتبع إلى وزارة الداخلية الاتحادية. التعزيزات التي تدفع بها بغداد طبعا إلى مقر هذين اللواءين، ومن ثم تعزز النقاط بالقرب من الحدود العراقية التركية والحدود العراقية الإيرانية. واقع حال أيضا أن الحدود العراقية التركية منطقة فارغة أمنيا، الحدود الدولية المنطقة الصفرية أقصد هنا، والانتشار يكون بالقرب من الشريط الحدودي في مسافات متباينة. بهذا القرار، قرار بغداد وبتعزيز قواتها على الحدود العراقية الإيرانية الشريط الحدودي وأيضا التركية، تكون بغداد قد نسقت أيضا مع الجانب التركي في موضوع أن تدخل قوات من الحرس الحدود العراقي إلى بالقرب من الحدود العراقية التركية بحيث تؤمن عدم تعرض الطائرات والمسيرات التركية إلى استهدافهم، ومن ثم يتم التنسيق حول الحدود واستعادة المناطق الفارغة أمنيا شيئا فشيئا. وتستمر هذه الساعة وفيها أيضا بعد الفاصل. مسؤول أمريكي يؤكد للحدث عدم إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لعملية عسكرية تركية في الشمال السوري.
أسقطت القوات الحكومية مسيرة أيضا العائلات من التوجه إلى حماة. بالفعل نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا. صنع القرار لا يتم في صنعاء ولا في صعدة. هل فعلا المجتمع اليمني على وشك ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي. ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة. هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية. بعض الدول تريد إطالة أمد الصراع. لسنا مستعدين أن نرسل أبنائنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي ثقافه السيد. لن تكون هناك ثوره الا من داخل صنعاء. نحن في تعز نعيش حاله من الهلع. ميليشيات لا تختلف في سلوكها عن جماعات اخرى صنفت ارهابيه، لماذا الميليشيات الحوثيه لا؟ في صمت الاشياء من حولك، في كل حركه متناغمه وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم من جديد. أكد المبعوث الأمريكي في شمال شرقي سوريا للحدث أن الولايات المتحدة لم تعطي الموافقة لتركيا لشن عملية عسكرية، وأكد نيكولاس أن واشنطن أبلغت أنقرة معارضتها الشديدة لعملية عسكرية شمال شرق سوريا، وأن عملية من هذا النوع تقوض جهود مكافحة تنظيم داعش والاستقرار في المنطقة. في الأثناء أكد مراسل الحدث أن أكثر من 11 منظمة دولية ومحلية علقت أعمالها في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا، والذي يضم أكثر من 60,000 شخص معظمهم من عائلات عناصر تنظيم داعش. كما أوضح مراسل الحدث أن من بين تلك المنظمات أطباء بلا حدود وإنقاذ الطفولة والصليب الأحمر الدولي، فضلا عن جمعيات أخرى ومنظمات قلصت من عدد موظفيها ومشاريعها. طلب رئيس المبادرة الوطنية للأكراد في سوريا الموالية للنظام السوري حكومة النظام وقوات سوريا الديمقراطية بوضع الخلافات جانبا وإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بوجه الغارات التي تشنها تركيا. المبادرة دانت بأشد العبارات القصف التركي للشمال السوري، كما اتهمت الولايات المتحدة وروسيا بإعطاء الضوء الأخضر لتركيا لشن هجمات على مناطق الأكراد، مطالبة كلتاهما حث أنقرة على وقف غاراتها فورا ومنعها من شن أي عمليات للتوغل البري في الأراضي السورية. ورغم المعارضة الدولية، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العملية العسكرية في شمالي العراق وسوريا مستمرة برا وجوا. في الأثناء أفاد المرصد السوري بمقتل 67 شخصا من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين في غارات شنتها تركيا على شمال سوريا. استشهد برفيقين اثنين، استشهدوا أي دوامهم بالحرس، يعني هم استشهدوا الله يرحمهم، يعني يا هم يا نحن كنا نستشهد. انه هون مكان مدنيه، يعني منشاه مدنيه، وضاربين بالطيران، لا عندنا لا عسكري لا شيء.
من اسطنبول ينضم لنا الصحفي والمحلل السياسي التركي هشام جناي. اهلا ومرحبا بك معنا استاذ هشام. استاذ هشام، المبعوث الامريكي الان يتحدث صراحه انه لم نعطي الضوء الاخضر لتركيا لشن هجماتها بهذا الشكل، وابلغنا انقره معارضتنا الشديده. هل سيغير ذلك في الامر شيء؟ أعتقد أن ما تصرحه الولايات المتحدة وما تطبقه على أرض الواقع مختلفان عن بعضهما البعض. هناك إخلاء لنقاط كانت تتواجد فيها الولايات المتحدة، ومنها طبعا نقاط كانت تحت يعني لو بقيت كانت تحت سيطرة أو القصف التركي لهذه المنطقة. لذلك أعتقد بأن يعني مهما رفضت الولايات المتحدة أنها لم تعطي الضوء الأخضر، ولكن بالمضمون وبالتصرفات على الساحة المعركة نشاهد أن ما تفعله يحمل في طياته ضوءا أخضرا للعمل العسكري التركي. ولذلك أعتقد بأن تركيا تواصل هذا العمل العسكري، وربما أيضا سيكون له يعني امتداد كبير لتحقيق حقيقة ما تسميه تركيا بالمنطقة الآمنة التي يعني ترى بأنها ستفصل بينها وبين الكيان الكردي الذي يتم تأسيسه من قبل الولايات المتحدة، والتي تعتبره تركيا حقيقة تهديدا على أمنها القومي. هناك يعني قوات قسد التي تسيطر على الشرق منطقة الفرات تسعى لتحقيق حكم ذاتي في سوريا، وهذا الأمر ترفضه تركيا جملة وتفصيلا، وتعتبره يعني تهديدا على وحدة الأراضي التركية. ولذلك هذا الرفض الشديد من قبل تركيا وردود الأفعال القوية التي تأتي تباعا على أي خطوة أو أي عمل إرهابي تقوم به هذه المنظمات على هذا الشكل. وبالتالي هل يتجه تنسيق أنقرة نحو روسيا أكثر، خاصة وأنه هناك مشاكل قائمة الآن بين روسيا وبين الولايات المتحدة، وهناك إعادة لرسم خارطة القوى؟ تماما، أعتقد بأن التنسيق بين تركيا وروسيا ممكن أن يحدث أقوى بكثير مما هو عليه مع الولايات المتحدة، لأن ما نراه هو أن تغيير السياسة الخارجية التركية تجاه الدول المنطقة ومنها طبعا سوريا. الرئيس التركي أردوغان أكد بأن عندما يحين الوقت سيلتقي الرئيس السوري، وهذا هي إشارة إلى أن تركيا بدأت تفضل بقاء نظام الأسد بدلا من أن يكون هناك نظام فدرالي قائم على دولة كردية أو حكم ذاتي كردي في الداخل السوري. هذا الأمر يجعل التنسيق أمرا حتميا بينها وبين روسيا، لأن روسيا هي حقيقة القوى الفاعلة الآن في سوريا، وهي التي ترغب إعادة بسط سيطرة حكومة الأسد أو نظام الأسد على كافة الأراضي السورية دون تجزيء ودون أن يكون هناك محاصصة في السلطة داخل سوريا. وبالتالي يعني رغم هذه المعارضة الدولية ورغم ما تم الإشارة إليه أستاذ هشام أن هناك ربما مسك للعصا من المنتصف، ضوء أخضر في طيات هذه الإشارة ومن عدمه، لكن يظل وزير الدفاع التركي يتحدث أن هذه العملية ستظل مستمرة برا وجوا. إلى أي حدود ستظل مستمرة هذه العملية دون تحديد وقت؟ يعني حقيقة البرلمان التركي مدد فترة القيام بعمليات خارج الحدود التركية، ولذلك الحكومة ممكن أن تقوم بأي عمل عسكري في أي لحظة. فلذلك التفويض من الداخل يعني موافق عليه، ولكن يبقى التنسيق الخارجي. روسيا مثل ما قلنا هناك تنسيق معين مستمر، وهناك أيضا تنسيق بين تركيا و سوريا. تعرفين أن أجهزة المخابرات وعلى تواصل مستمر، وهذا طبعا هذا تم تأكيده على لسان المسؤولين من تركيا أن هناك تواصل بين جهاز الاستخبارات التركية والسورية. ولذلك يبقى أعتقد بأن العقبة الأخيرة وهي الولايات المتحدة التي ترفض
أن يمتد العمل العسكري إلى العمق السوري، وتركيا ربما ستبقى ضمن الحدود المتاحة وهي عمق 30 كيلومتر على الحدود السورية التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط من مدينة أنطاكيا وإلى الحدود العراقية على عمق طبعا 30 كيلومتر. هل سيغير ربما في مجريات الأمور شيء، خاصة بعد ما تحدثنا عنه مباحثات خلوصي أكار وشويغو ليلة أمس أو اليوم أمس، هل سيغير ذلك الشيء؟ أعتقد بأن روسيا أيضا تريد أن يعني يكون دور تركيا محدودا في سوريا، لا تريدها أن أيضا تحاصصها النفوذ في هذه المنطقة، ولذلك أعتقد بأن ربما تم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تحركات تركيا، ويعني تحسبا أن لا يكون هناك أي استهداف لقوات روسية ممكن أن تكون موجودة في المنطقة. فمن هذا المنطلق أعتقد بأن خلوصي أكار يكون بعملية تنسيق طبعا ما بينه وبين نظيره الروسي، وأيضا يتم إطلاع النظام السوري أيضا على هذه العمليات. وأعتقد بأن هذا الموضوع يعني بات يعني محسوما بين هذه الأطراف. الولايات المتحدة مثل ما قلنا هي الرافض الوحيد للعمل العسكري في شمال سوريا، ولكنها مثل ما قلنا على أرض الواقع عندما تهدد مصالح الولايات المتحدة يعني تتخلى عن الأكراد بكل سهولة، ورأينا ذلك على مر التاريخ. شكرا جزيلا على كل هذا الإيضاح من إسطنبول، الصحفي والمحلل السياسي التركي هشام جوناي، شكرا جزيلا لك. أما في اليمن فقد أقرت ميليشيات الحوثي الإنقلابية بمصرع نحو 19 من حاملي رتب الضباط بصفوفها، وذلك بالتزامن مع تصعيدها العسكري المستمر على جبهات القتال. وبحسب مصادر إعلامية فقتل الميليشيات كانوا يحملون رتبا عسكرية أبرزها عقيد ومقدم، وشيعت جثامينهم في صنعاء خلال الفترة ما بين 20 و24 من نوفمبر الجاري، وشككت مصادر في مزاعم الحوثية بمقتلهم جميعا في جبهات القتال، مشيرة إلى أن بعضهم قتلوا خلال اشتباكات بينية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. قتل القيادي الحوثي مصلح محمد المشاط شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السيادي مهدي المشاط، قاد بصفوف الميليشيات الحوثية زعموا أن مصالح المشاط أن مصلح المشاط قتل خلال معارك الميليشيات ضد الجيش الوطني اليمني، فيما زعم آخرون أن شقيق المشاط لقي حتفه متأثرا بمرض عضال. لكن مصادر محلية في صنعاء رجحت أن مصلح المشاط لقي حتفه ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف بالميليشيات الأول، خاصة بين محمد علي الحوثي وأحمد حامد الذي يعد رجل الظل بالنسبة لمهدي المشاط. أصدرت ميليشيات الحوثي توجيهات لملاك الاستراحات والمقاهي في صنعاء ببث محاضرات وخطابات زعيمهم عبد الملك الحوثي على الشاشات التلفزيونية أثناء مباريات كأس العالم. وأوضح سكان محليون أن ميليشيات الحوثي ألزمت ملاك الاستراحات ببث المحاضرات والخطابات الطائفية ما بين شوطي المباريات وحرمانهم من متابعة التحليل الرياضي. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه تمكين ميليشيات الحوثي من استغلال تجمعات متابعي مباريات كأس العالم لعرض خطابها الطائفي المشحون بالكراهية. أشاروا إلى أن الميليشيا تدفع بعناصرها إلى الاستراحات وأماكن التجمعات لمراقبة متابعي المباريات ومحاولة إجبارهم على متابعة خطب ومحاضرات عبد الملك الحوثي. يأتي ذلك ضمن محاولات الميليشيات الحوثية المستميتة على تطيف نواحي الحياة للمجتمع اليمني لصالح مشروعها التدميري الذي يستهدف هوية الشعب اليمني وثقافته. انضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني أستاذ يحيى العابد، أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، يعني بالفعل لم يعد هناك مناسبة لا تستغل، حتى كأس العالم الناس بتتفرج وبيتابعوا، محتاجين كمان يتابعوا الاستوديو التحليلي، لازم محاضرات في الوسط بين الشوط الأول والشوط الثاني. الموضوع في ذاته يدعو فعلا للاستغراب إلى أي مدى هذه الجماعة واصلة إلى هذا المستوى من التفكير. تفضل.
تحية لك ولمشاهدي قناة الحدث. طبعا إذا لم يعمل الحوثي هذه التصرفات والممارسات القبيحة والحمقاء تجاه أبناء الشعب اليمني، فلن يكون الحوثي الذي عرفناه القاتل الدموي الطائفي السلالي الإرهابي الذي يمارس كل أنواع تدليل الشعب اليمني. طبعا هو عمم على كل الأندية أو الكافيهات المتواجدة في صنعاء بالذات والمناطق التي تحت سيطرته، على أساس أنها تأتي هذه. إذا أردتم أن تبث المباراة لديكم عليكم أن تشغلوا بين الشوطين خطابات سيء الذكر عبد الملك الحوثي أو الأخبار التي يستفيدون منها لتمرير أصبويتهم وطائفيتهم وسلاليتهم وأناشيدهم التي تدعو إلى الموت وأناشيدهم التي تحرض الأسر إلى تجنيد الأطفال وكل الممارسات السيئة الذي يمارسها الحوثيين تجاه الشعب اليمني. بالطبع عندما يكون هذا الفعل في إطار أكبر تظاهرة رياضية عالمية هناك ردود فعل تجاه هذا الحدث. طبعا الحوثي يستغل أي فرصة لتمرير مخططه وأفكاره واتجاهاته، حتى وصل به الأمر أنه بعض القنوات التي تبث المشفرة يتم تمريرها عبر قنوات تابعة للحوثيين وعبر القنوات الأرضية حتى يستطيعوا أن يدخلوا إلى كل بيت إلى كل منزل، أيضا لنفس الفكرة التي يمارسوها في الكافيهات أو في الأندية هذه من أجل خطابات سيئة الذكر كما قلنا أو الأناشيد الخاصة بهم. وأعتقد أنه كلما زادت عنتهم كلما زادت حماقتهم كلما كان المواطن أكثر وعي واستعداد لمواجهة هذه العصابة الإجرامية. الغريب في الأمر أنه الحوثيين الذي استنكروا على الشعب اليمني أن يرفعوا علم السعودية وهي تنتصر في مباراتها الأولى، اليوم يعملون ويعمدون على توزيع العلم الإيراني بعد فوز إيران في مباراة اليوم، ويعمدون أيضا أعتقد ما فيش مش مستبعد أنهم يعلنوا بكرة إجازة رسمية. تفضلي. طيب وفي الأخير ما هي ردود فعل الناس تجاه هذه التصرفات أستاذ إحياء؟ يعني هل أصبح هناك وعي وإدراك لحجم هذا المشروع بما يخربه؟ حتى في أوقات الناس تبحث عن جرعة فقط من مشاهدة شيء ممتع أو متابعة حدث. هو كما قلت الناس يريدون أن يتجاوزوا أوجاعهم وآلامهم وحزنهم وجرحهم على وطنهم وما يجري فيه بقليلا من المتعة، حتى في الجانب الرياضي الذي كما قلنا أنه مثار دهشة العالم أو تظاهرة عالمية كل 4 سنوات وكأس العالم. أعتقد أنه المشكلة موجودة في الذي في الخارج أكثر مما هي الذي في الداخل. الذي في الداخل ينتظرون المدد من خارج حتى يبدأوا تحركاتهم وثوراتهم الداخلية، والذي خارج من هدنة من استوكهولم إلى هدنة ومن هدنة إلى حديث عن سلام ومن حديث عن سلام عن الشكا والبكاء عن خروقات حوثية، ولا يوجد ما يؤكد أن هناك اتجاه حقيقي لدى مجلسنا الرئاسي لمواجهة هذه العصابة وقمعها وتحرير صنعاء والمناطق التي تحت السيطرة. المشكلة أعتقد أنها في حكومتنا في شرعيتنا، ما هي الخطوة التي تعيد الأمل لدى المواطن في الداخل حتى يتحرك؟ المواطن تفائل من خلال نتائج مشاورة الرياض وإعلان المجلس الرئاسي، المواطن تفائل عندما تحركت القوات العمالقة لتحرير تلك المناطق في شباوة وفي مارب، المواطن تفائل عندما تحركت قوات الساحل الغربي والمقاومة الوطنية لتحرير بعض المناطق في محافظة إب وفي تعز وفي الحديدة. كان هناك تفاؤل وهناك حراك فعلي وانتظار للحظة الحاسمة التي ينطلق منها المواطن في الداخل، لكن ما أن تأتي ساعة الدهشة حتى تأتي بعدها مباشرة ساعة الإحباط، وهذه المشكلة الموجودة من وجهة نظري حاليا. وبالتالي يعني السؤال الذي يطرح نفسه أيضا أستاذ يحيى أنه بالفعل الداخل في صميمها الآن، هل قادر يقوم بثورة من أطراف اليمن إلى أطرافها، خاصة أنه كل المعتقدات تغيرت، هذه الممارسات تكشفت؟ أعتقد أنه يفترض هناك لا نحمل المجلس الرئاسي بالمسؤولية كاملة بقدر ما نحمل القوى السياسية المتواجدة في الخارج مسؤولية أكبر. هناك لدينا تحالف كبير من القوى السياسية اليمنية
التي لها تاريخ عريق ولها اسم وقيمة وقامة. أتحدث عن المؤتمر الشعبي العام، أتحدث عن التجمع اليمني للإصلاح، أتحدث عن الاشتراكيين، أتحدث عن الناصرين، أتحدث عن البعثيين، أتحدث عن القوميين، أتحدث عن الأحزاب حتى السلفية وما وجملة الأحزاب. ماذا قدمت من خلال تواجدها خارج اليمن ومن خلال تحالفها السياسي من برامج أو أدوات أو تحركات لمنظماتها المدنية لكشف الحوثي والتهيئة لمواجهته؟ هو هي عملية منظومة متكاملة. بث الفكر الطائفي أستاذ يحيى عن أهمية. نعم نعم أهمية نكتفي منهم حتى ببيان. نعم نعم نكتفي حتى ببيان، لكن للأسف صامتين وينتظرون نهاية الشهر على ما يبدو. طيب، استغلال التجمعات، وهنا لا نتحدث فقط عن تجمعات تخص مناسبات أو ما شابه، وإنما التعمد في جعل هذه التجمعات تذهب في اتجاه مسارهم وخدمة مسارهم. عندما يتم تشغيل مثل هذه الاسطوانات، كيف يرد الناس؟ ما هي ردود فعل الناس؟ هل ما زالت تسمع وتنصت؟ من خلال تواصلي مع كثير في صنعاء ومنهم أقربائي، أعتقد أنه حالة التدمر الذي موجودة في الداخل الصنعائي كبيرة جدا. هناك رفض، هناك عدم ممارسة، هناك حتى أعتقد أنه ملاحظ أنه في الآونة الأخيرة لم تعد تلك السطوة التي تخيف الناس. بدأ الناس يرفعون أصواتهم، بدأت هناك عمليات استهداف لقيادات حوثية، بدأ هناك جنائز تتحرك ومش مدارين كيف قتلت أو من خطط لذلك. هناك أصوات ترتفع تكتب على الجداريات، هناك صوت بدأ يرتفع. هناك كما قلت وأشرت في بداية حديثي معك أستاذة أسماء، أنه أعطونا صوتكم يا الذي في الخارج حتى نتحرك في الداخل. وأيضا كما قلت، ما دام الحوثيين يستغلون أي مناسبة للتحشيد والتجميع وفرض آراءهم، أعتقد أن إحنا الذي محسوبين في مناطق المحررة أو في خارج اليمن بسبب ظروف هذه الحرب وسطوة الحوثيين، يفترض أيضا أن تكون لنا تلك التجمعات التي نود أن نعوق أي شعبنا عن هذا الخطر السلالي، عن هذه العنصرية، عن هذه الطب، وعن قيم سبتمبر العظيم، وعن قيم الجمهورية. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من القاهرة، المحلل السياسي اليمني أستاذ يحيى العابد، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة وفيها أيضا بعض الفاصل. مسؤول روسي في تصريحات أوكرانية عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا من جديد. رجحت الشرطة الإسرائيلية وجود خلية منظمة تقف وراء التفجيرين اللذين وقعا في مدينة القدس أمس الأول. وأوضحت الشرطة أن سبب هذه الترجيحات يكمن في استخدام قنبلتين شبه متطابقتين انفجرتا في غضون نصف ساعة في محطتين للحافلات،
ونفت صحيفة معاريف وجود معلومات تربط حركة حماس في غزة بالعملية المزدوجة، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البصمات ستشير بوضوح إلى قطاع غزة. وقع حزب الليكود في إسرائيل أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوى اليهودية وفق بيان للليكود. الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة كاملة، لكنه يمنح إتمار بن غفير وزارة الأمن ومقعدا في مجلس الوزراء، ويغلب مبدئيا اليمين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الجمود السياسي الذي دام 4 سنوات في البلاد، إلى أن التوصل إلى حكومة كاملة ما يزال يواجه عقبات. نفى رئيس شبه جزيرة القرم المعين من روسيا سيرغي أوكسيونوف تصريحات أوكرانية عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في القرم. وكان سكرتير مجلس الأمن القومي في أوكرانيا أكد مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين تواجدا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة حسب الجاردن البريطانية. جدد أمين عام حلف الناتو يانس ستولنبرغ التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال ستولنبرغ إن حلف شمال الأطلسي ليس لديه أي خبراء على الأرض في أوكرانيا. الأمين العام للناتو أشار أيضا إلى أن الوقت قد حان لانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. سيستمر الناتو في الوقوف مع أوكرانيا، يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق، وأتوقع أن يوافق وزراء الخارجية أيضا على زيادة الدعم غير الفتاك من خلال حزمة المساعدة الشاملة الخاصة بنا. كان الناتو يسلم الوقود والإمدادات الطبية والمعدات الشتوية بالإضافة إلى أجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار. سنساعد أوكرانيا على الانتقال من معدات الحقبة السوفيتية إلى معايير حديثة. فيما تجتمع الولايات المتحدة وأوروبا في مواقفها أو في موقفها الداعم لأوكرانيا وفرض عقوبات قاسية على روسيا، كشفت صحيفة بوليتيكو عن غضب أوروبي من البيت الأبيض بسبب الحرب في أوكرانيا. نقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي أن الاستياء سببه أن أمريكا تجني أرباحاً من نقص موارد الطاقة في أوروبا وتستفيد من الحرب الأوكرانية لأنها تبيع المزيد من الغاز والأسلحة بأسعار مرتفعة. أشارت الصحيفة إلى أن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الأوكرانية، في وقت يرى مراقبون أن العقوبات الغربية والضغوط على روسيا لم تطل روسيا فقط، بل أثرت الارتدادات على الكثير من الدول الغربية. ينضم إلينا من القاهرة مصباح قطب المستشار الاقتصادي بجريدة مصر اليوم. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ مصباح. أستاذ مصباح، يعني الولايات المتحدة، أهلا ومرحبا، الولايات المتحدة وبحسب حديث الأوروبيين وبحسب هذه التسريبات أنه وحدة الحلفاء الغربيين قد اهتزت، تحقيق أرباح طائلة من بيع موارد الطاقة في حين تمر هذه القارة بهذه الأزمة، من المستفيد من هذه الحرب فعليا ومن الخاسر؟ يعني في يعني طوال احتدام المعارك او اشتعالها من الصعب يعني حصر الخسائر او الارباح حتى على الجانبين، لانه اي طرف يعني منخرط بشكل فعلي لا يفصح يعني عن خسائره الحقيقيه او حتى ارباحه الحقيقيه. لكن المتيقن منه زي ما حضرتك اشرت وطلع طبعا في الفاينانشال تايمز انه شركات النفط الامريكيه، شركات النفط المدرجه في البورصات الامريكيه بمعنى ادق، كسبت في الربع الثاني والربع الثالث مكاسب إضافية تفوق $200 مليار. بطبيعة الحال لا يمكن لحد أيضا أن يقيس المكاسب العسكرية للولايات المتحدة نتيجة مبيعات السلاح، لكنها من اليقين حاجة ضخمة جدا. يعني لو أنا عايز أقيم بشكل عام الأرباح والخسائر، يعني في أطراف حققت مكاسب صافية في اعتقادي أن في مقدمتها تركيا والهند، ويمكن ده يكون مستغرب شوية لأنه لا يقابلها أي نوع من الخسارة. يعني تركيا تكسب طوال الوقت، وإن كان طبعا عندها تخوفات من اشتعالات في المنطقة المحيطة يعني، لكن هذه قضية تاريخية ما هياش وليدة الحرب. والهند أيضا تكسب طوال الوقت، وإذا قيل أن الصين مثلا تربح نتيجة الحصول على طاقة موارد طاقة رخيصة من روسيا تحت الضغوط الواقعة عليها بسبب يعني مقاطعة موارد الطاقة الروسية بأشكال مختلفة زي ما أوروبا والأمريكان عملوا، لكن أيضا الصين بيطلها يعني جانب من التهديد،
وفي ظني ودي ده اجتهاد خاص لي يعني، انه ليست مشكله تايوان والاحتداد حولها بين الولايات المتحده وبين الصين هي القضيه، القضيه على المدى البعيد قد تكون محاوله جعل لباكستان هي اوكرانيا بالنسبه للصين، وده الخطر اللي اظن يعني انه قد يكون متحسب له لدى الصينيين. المنطقه العربيه بالتاكيد يعني دول النفط العربيه حققت ارباحها جيده نتيجه الارتفاع، لكن عندها محاذير وتخوفات من هذه الاجواء. ممكن ايضا يتم اشعال مجيء نتنياهو والتسخين مع ايران ممكن ان يضر المنطقه باكملها بما فيها طبعا المنطقه العربيه، فلا زالت حسابات الارباح والخسائر في منطقه الخليج. وقد يلعب العالم العربي في مجمله المستوى قد يلعب ذلك دور أستاذ مصباح. والأسمدة هو ما يبقى يعني بالنسبة لنا. نعم يعني قضية السياسة التي جمعت أو تجمع أوروبا والولايات المتحدة، هل يمكن للاقتصاد أن يدخل فيخرب هذه العلاقة؟ وقد بدأت البوادر الآن تبدو وتظهر في حديث وحدة الحلفاء الغربيين أنها بدأت بالاهتزاز، ربما لم يعد هناك ثقة. من اللحظة الأولى وزي ما أفصح خلال الأيام الماضية أن بويس جونسون كان بيتمنى يعني بيقول أن ألمانيا كانت بتتمنى أن أوكرانيا تنهزم والموضوع يخلص بسرعة يعني، وهذا يدل بغض النظر يعني عن بقية العناصر المشكلة للموقف الأوروبي، هناك تخوف أوروبي عميق جدا لدى قطاعات مهمة في المطبخ السياسي وطبعا في الرأي العام من أن الولايات المتحدة حريصة على امتداد هذه الحرب لمصالحها هي مضحية بكامل المصالح الأوروبية. يعني يمكن النهاردة الغاز 1350 دولار يعني للمتر المكعب شيء خرافي يعني صعودا من 300، وبيفرض على أوروبا أنها تشتري الغاز الأمريكي بأسعار زي ما قال ماكرون يعني 4 أضعاف الثمن الطبيعي. فأصل دول أوروبا الذين قالوا أنه ربما يكون هناك اتفاق خفي ما بين أمريكا وروسيا لإضعاف أوروبا لمصالحهما معا، أنا بستبعد ده تماما. علاقات أوروبا بروسيا علاقات قوية، الثقافة المشتركة والعنصر الحضاري المشترك قائم، لم يكن هناك أي تهديد على فكرة يعني في تقدير يعني من روسيا لأي دولة أوروبية، ما خلى المحيط التقليدي اللي عنده ظنون لروسيا اللي كان منضمد في الاتحاد السوفيتي عنده شكوك في أن تعود روسيا مرة أخرى، ولو أني أنا شفت نوع من العداوة المش مبررة. أنا زرت يمكن إحدى دول شمال البلطيق، في جيل من السياسيين تربى على الكراهية العمياء لروسيا وظن ده مش في مصلحة حد، لكن الأوروبيون يدركون أنه لابد من موقف مختلف من الحرب، وإلا يعني أكبر الخاسرين ستكون هي قارة أوروبا. وربما أيضا يعني على الرغم من الحلف البريطاني الروسي، ودائما الرئيس بوتين حتى يتكلم عن الحلف الأنجلوساكسوني البريطاني الأمريكي، إلا أن بريطانيا أيضا ستكون خاسرة في تقديري من هذه الحرب. يعني مجمل أوروبا سيحقق خسائر، وبالتالي لا يتصور حتى المواطن العادي أي منطق في أن تقف أوروبا عاجزة عن اتخاذ قرار مستقل بهذا الشكل أو تدفع في اتفاق سلام يحقق درجة ما من التراضي بين الطرفين الروسي والأوكراني يعني. وبالتالي كل ما حدث الآن من انعكاسات سياسية وانعكاسات اقتصادية أستاذ مصباح، هل نستطيع أن نضع بوتين في دائرة أنه هو من قلب الطاولة عليه وعلى أعدائه إن صح التعبير؟ برضو ده يعني الحقيقة يعني القدرات الشخصية لبوتين بتفوق بكثير جدا، الواحد لازم يعترف بده، وحتى في مثلا القيادة الصينية أو كذا الدول يعني اللي ممكن نسميها دول شمولية عادة القيادة المركزية فيها بتبقى قوية جدا. فبوتين لاعب سياسي ماهر وقوي ومختلف عن السياسة، احنا شفنا مستوى الخفة السياسية حتى في بلد عريق زي بريطانيا في الفترة الماضية. فالحقيقة بوتين لا ينكر أحد أنه لاعب ماهر، لكن أيضا ليست الحرب بالنسبة لروسيا يعني كان كل ما كانت تريد روسيا في تقديري في مرحلتها الأولى هو أنها يعني تعمل نوع من الحكم الذاتي في الدونيس، وبعد كده يعني ولذلك انسحبت مبكرا يعني من محيط أوكرانيا فيما سموه يعني ناصر أوكرانيا ساعتها، ثم يعني إزاء استواء الولايات المتحدة وبعض الساسة في أوروبا على الاستمرار في الحرب، فنقل هذه الكتلة إلى داخل حدود روسيا وأصبحت يعني جمهوريات مستقلة داخل روسيا. ده في تقديري كان أقصى ما يريده بوتين من هذه الحرب، لكن الإطالة دي في التأكيد برضو ستفقد روسيا الكثير، وبصفة خاصة في موضوعين. أولا أنها ستعوض يعني احتياجها لتعويض مخزون السلاح يعني وهو ليس بالقليل الذي استخدمته، راح تكلف مليارات الدولارات. الحصار التكنولوجي عليها سيشتد وليست هي كالصين، الصين اكثر تقدما بكثير وتستطيع يعني لديها ما تبارز به الولايات المتحده يعني، لكن روسيا القصه دي ستكلفها الكثير ايضا في السنوات المقبله.
الشكر الجزيل لك على كل هذه الإيضاحات من القاهرة أستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي بجريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. أوضاع إنسانية قاسية يعاني منها مواطنو مدينة ميكولايف الأوكرانية والواقع على خط النار، ومنذ بداية الحرب نزح معظم مواطنيها، أما من بقي فلا يجد حتى مياه صالحة للشرب بينما تحاول الدولة إيجاد حلول سريعة لمساعدة السكان عبر مراكز إيواء وأجهزة تدفئة للإقامة المؤقتة. كاميرا الحدث زارت المدينة ورصدت الأوضاع الصعبة للسكان هناك. هذه ميكولايف المدينة المشهورة بصيانة السفن في البحر الأسود، تعيش الحرب لما يزيد عن 8 أشهر وتعاني الأمرين لقربها من خط النار ومرمى المدفعية الروسية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية. لا توجد كهرباء ولا مياه، الشيء الإيجابي الوحيد هو وجود غاز طهي، ولكن هذا أفضل من أن نعيش تحت الاحتلال الروسي. أوكرانيا ستنتصر والشكر للقوات المسلحة التي حررت خيرسون، فذلك قلل القصف على ميكولايف، هذا يعني لنا الكثير. نعم توجد مشاكل في الطاقة، لكننا لن نستسلم ولن نعيش في ظل الروس وسننتصر. المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال. يحاول الأوكرانيون أن يطفوا بعدا ثوريا وعاطفيا على الحلول التي يبتكرونها. نحن الآن في إحدى الخيام التي نصبت لمساعدة الأوكرانيين لتجاوز الأزمة. هذه الخيمة هي مزودة بمولد كهرباء وأيضا بالتدفئة كما تشاهدون هنا، وكذلك يمكن للمواطنين أن ينعموا بكوب من الشاي الساخن. طبعا تعلمون أن درجة الحرارة الآن في أوكرانيا وفي مدينة ميكولايف هي دون الصفر. يأتي المواطنين إلى هذه الخيام لشحن هواتفهم النقالة وأيضا لينعموا بالتدفئة التي يفتقدونها في منازلهم. أتيت إلى هنا لأعمل، هكذا هو الظرف، ويجب أن أكون على اتصال بالشبكة للعمل. إذا كان من الممكن أن يفتحوا لنا مزيدا من هذه المراكز على الأقل في كل حي، لأن الناس يأتون إلى هنا من أحياء أخرى، وكما ترون هنا ازدحام كبير وبسببه تحتاج إلى وقت طويل لشحن هاتفك. مع انقطاع المياه في المدينة معاناة أخرى تضاف إلى معاناة الأوكرانيين. يأتي المواطنين إلى هنا بشكل يومي لتعبئة المياه الصالحة للشرب. هذه النقاط وضعت من قبل الدولة، فيأتي المواطنون ويقومون بتعبئة المياه ونقلها إلى منازلهم، وكما تشاهدون الأغلبية من كبار السن. أقوم بنقل المياه لأنه لا يوجد ماء في المنزل، وننتظر أن يعيدوا توصيل المياه الصالحة. أنا مضطرة إلى حمل المياه للطابق الثالث، لا يوجد من يساعدني، لكن ذلك لا يهم. استعادة السيطرة على خرسون انعكس بشكل إيجابي على مدينة ميكولايف القريبة منها، فقد هدأ القصف الصاروخي المستمر بشكل يومي، إلا أن هذا الهدوء الحذر لم يكن كافيا لعودة الحياة إلى طبيعتها. لقناتي العربية والحدث، لطيف عادل، ميكولايف. في ختام هذه الساعة تذكير بأبرز ما شافيها. تيراندازي مستقيم بمقدوم. قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على محتجين في زاهدان وبلوشستان. المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا يؤكد للحدث أن واشنطن لم تمنح تركيا ضوءا أخضر لشن عملياتها العسكرية في سوريا. ميليشيات الحوثي تجبر متابعي كأس العالم على الاستماع لمحاضرات زعيم الميليشيات بين الشوطين. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم دائما في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.